في 7 يناير لعام 1943، وتحديداً في الغرفة رقم 3327 في أحد فنادق نيويورك الأمريكية، اختفى العالم الصربي نيكولا تسلا وللأبد بدون أن يعثر على أي جثمان له، بعدما أرادت المحافل 13 الوصول لأعظم اختراع له على الإطلاق. أطلق عليه اسم شعاع السلام، وقال أن من شأن هذا السلاح أن ينهي الحروب حول العالم، ولكنه وللأسف وقع في أيدي أشد النفوس مرضاً وتعطشاً للدماء، وبات يعرف حول العالم بشعاع الموت. والخبر الغير مفرح أنه بات جاهزاً الآن. تخيل شعاعاً من الطاقة يمكن أن يسقط الطائرات من على بعد أميال، أو جداراً غير مرئي من الطاقة الكهرومغناطيسية تشكل قبة كالدرع الحديدي تحمي أي دولة من أي غزو، ومن يتجرأ على دخول مجالها سيتبخر في غضون ثواني. هذا السلاح إن وجد وبكل تأكيد ستتسابق عليه أعظم دول العالم، والذي من شأنه أن يقلب الموازين وبالشكل المعاكس. كان حلم تسلا هو إيجاد طريقة لبث قوة غير محدودة من الطاقة عبر الهواء، وقد تمكن فعلا من تطوير عدد من الأجهزة التي يمكنها نقل الطاقة الكهربائية لاسلكيا. وفي عام 1934 ادعى اكتشافه لجهاز مذهل، جهاز يمكن أن يسقط أي جسم عن بعد مسافة أميال وبالقوة الكهربائية. وفي أحد ليالي عام 1937 اجتمع تسلا في السفارة اليوغوسلافية وأخبرهم أنه تمكن من امتلاك سلاح شديد القوة. جاء ذكره في مقابلة مع مجلة التايمز، فسر فيه تسلا مبدأ القوة عن بعد، أو كما يعرف بالطاقة الموجهة، وقد وصف بالحرف الواحد أنه جهاز قادر على تدمير أسراب من الطائرات أو حتى جيشا كاملا عن بعد مسافة 400 كيلومتر، وصرح أنه سيكشفه للعالم في غضون أشهر معدودة. ولكن في وقت لاحق ومن نفس العام تعرض تسلا لحادث سيارة أثناء عبوره أحد الشوارع، وبقي هذا السلاح طي الكتمان، واتجه فجأة للعيش منعزلا في فندق نيويوركر الواقع في مدينة نيويورك الولايات المتحدة لغاية عام 1943، إلى أن اختفى منه وبدون أثر. قبل إعلان خبر اختفائه، توجه قادة من الجيش الأمريكي إلى مقر تسلا في الفندق، وصادرت كافة الوثائق السرية الخاصة به قبل أن تضع أي جهة أخرى يدها عليها. وتقول الأنباء أن الحكومة أخذت ابتكار سر شعاع الموت وتمت تجربته خلال الحرب الباردة، عندما ظهرت في هذه الفترة أسلحة الطاقة، مما يعني أنها استخدمت وثائق تسلا لتطوير المزيد من التقنيات. وفي الآونة الأخيرة كشف سر هذا السلاح بشكل علني وأمام الجميع، على أنه شعاع من جسيمات نظرية أو كهرومغناطيسية تستخدم كسلاح قادر على إطلاق جسيمات تتراوح بين الكبيرة وذات الحجم المجهري، تصل لمجالات بعيدة جدا وبطاقة تعادل تريليونات المرات مما يمكن أن يحمله أي نوع من أنواع الأشعة الأخرى، أي آلاف الأحصنة من الطاقة التي يمكن بثها بتيار أرفع من الشعرة لا يمكن لأي شيء مقاومته على الإطلاق. وبناء على هذا الوصف سيتكون الجهاز من برج كبير مثبت فوق بناء في موقع قريب من الشاطئ أو من المنشآت الحيوية، عبر مسافة تدميرية تصل إلى 322 كيلومترا. قد يسأل الكثير منكم ما هو الدليل على وجود هذا السلاح؟ الأدلة تكشف من الواقع مما أعلن رسميا واعتمد بشكل مباشر على هذه التقنية. ففي حرب العراق استعمل الجيش الأمريكي أسلحة طاقة كهرومغناطيسية، من ضمنها أسلحة المايكروويف عالية الطاقة لتدمير وتشويش الأنظمة الإلكترونية العراقية. وفي 18 من مارس لعام 2009 أعلنت شركة نورثروب جرومان بأن مهندسيها نجحوا في بناء واختبار ليزر كهربائي قادر على إنتاج 100 كيلووات من الأشعة، يستخدم لتدمير صواريخ كروز والقذائف. وفي 19 من يوليو لعام 2010 كشف عن ليزر مضاد للطائرات في عروض فارنوبرو،
ووصف بأنه نظام القضاء على أسلحة الليزر. بينما أعلنت البحرية الأمريكية على عناوين الصحف في عام 2014 عن سلاح ليزري موجه للطاقة يستخدم على متن السفن العسكرية لإنتاج طاقة شديدة القوة، قيل أن الهدف منه دفاعي. وبعد ذلك تفاجأ العالم بأجهزة الصد الفعال والتي تستعمل مصدر أشعة الميكروويف لتسخين الماء في جلد الهدف، مما يسبب ألما جسديا لا يطاق. يتم تطوير هذا السلاح في مختبر أبحاث سلاح الطيران الأمريكي بالتعاون مع شركة ريثيون، وهي شركة مقاولات دفاعية خاصة. أعلن أنه سلاح لمكافحة الشغب. ومن الأسلحة الأخرى التي تم إعلانها سلاح ديزلر، وهو من أسلحة الطاقة الموجهة. يستعمل الأشعة تحت الحمراء أو الضوء المرئي ليعمي الأعداء بشكل مؤقت، ويستخدم ضد البشر أو ضد المستشعرات الخاصة بالأعداء، وخصوصا مستشعرات الأشعة تحت الحمراء، ويمكن أن يكون محمولا أو مثبتا على سطح مركبة كما في الدبابة الروسية T-18 و T-19. إن جميع الدول العظمى تخفي دوماً أسلحتها الفتاكة كنوع من الدفاع، وتستعرض بعضها كنوع من الحرب النفسية، وذلك ضمن السياسات العسكرية. وطالما باتت تطبق منبعثات الطاقة الموجهة فهي قادرة على إطلاق مجمع شعاعي عالي التركيز قادر على إذابة المدن خلال بضع ساعات، وهو ما يدفع روسيا والصين اليوم لتطوير أنظمة دفاعية مثبطة للأشعة الكهرومغناطيسية والتي تعلم أنها بحوزة القطب الأمريكي، وهناك الكثير من التقارير التي تثبت توصلها لذلك. الأمر المفاجئ أنه خلال الحرب العالمية الثانية استخدمت أسلحة مشابهة لشعاع الموت. فعلى سبيل المثال أنشأت الإمبراطورية اليابانية آنذاك مصطلح كوغو، والذي يستخدم أشعة الميكروويف المنتجة بكميات كبيرة كسلاح فتاك. وفي نفس الوقت بنى النازيون مشروعين أدير أحدهما من قبل الباحث المعروف شيبولد الذي تضمن مسرع للجسيمات، والمشروع الثاني كان موجه للطاقة. الأمر الغريب أن هناك بيان لتسلا يصف فيه اختراعه بعنوان آلة لإنهاء الحروب، نشر في مجلة ريبرتي ماجازين عام 1935. قال فيه إن اختراعي هذا لا يستخدم ما يسمى أشعة الموت، بل هو جهاز سيقضي على الحروب حول العالم. فعندما تتحصن كل دولة بشعاعها الخاص لا يمكن لأي دولة أخرى مهاجمتها، وبهذا ستنتهي الحروب حول العالم. ولكن إذا وجهت هذه الطاقة بقوة 2 مليون حصان وأطلقت لمسافة 20 ميلا ستكون قادرة على إفناء جيشا كاملا وفي غضون ثواني. لا يعلم أحد ما يخفيه لنا المستقبل، ولكن الأمر المؤكد أن الحرب العالمية الثالثة بعد وقوعها ستعيد البشرية إلى القرون الوسطى وبكل تأكيد.